بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو ده هنتكلم عن سوفت انفيرومنت، الحاجات اللي احنا محتاجين نسطبها عشان نقدر نشتغل ونعمل الجيم اللي احنا عايزين نعملها. اول حاجه انا توضيحا بس، انا شغال على ويندوز. انا طبعا كشخص بفضل اشتغل على لينكس، وفي نفس الوقت معظم الناس مش بتستخدم لينكس، او معظم الناس معهاش ماك، فللاسف مش هشتغل على لينكس. لينكس كانت ميس نواي يكون سريع، في نفس الوقت التيرمينال بتاعه غني، اللي احنا هنتعامل مع السي ال اي او التيرمينال بمعنى صح، وهنتكلم عنه دلوقتي ايه هو ده للناس برضو اللي مش عارفه. بس اهم حاجه احنا محتاجينها دلوقتي، احنا محتاجين نود جي اس نفسها في الوقت الحالي، اللونج تيرم سبورت اللي هو 12.13.1، ده فيرجن، ده الاصدار بتاعه. انا هستخدم ده ال تي اس اللي هي اختصار لونج تيرم سبورت، اللي هي بيكون الفيرجن السليم اللي ما فيهوش اي مشاكل، اللي معظم الناس دلوقتي ريكومند ان انت تستخدمه. عندك فيرجن كارنت الحالي اللي هو 13.2.0، ده فيه ليتست فيتشر بس لسه بيحصل له تجديدات وبيحصل له كذا حاجه تاني، فممكن حاجات تتغير، ممكن حاجات تتشال، ممكن فانكشن تستخدمها ما تلاقي طريقتها مختلفه في المره تيجي تشغل فيها الاب وهكذا. فانا هستخدم 12.13.1 ال تي اس لونج تيرم سبورت، فمجرد بس دوس داونلود وهيتسطب. لو انت مش شغال على ويندوز او ماك، دوس على داونلودز وهتلاقي عندك اكتر من طريقة هنا تسطب بيها للويندوز وللماك والاوبن سورس نفسه. لو انت شغال على لينكس، دي كانت اول حاجة. تاني حاجة هي التكست اديتور. عندك سبلايم، خش على sublime.txt.com، وبالمناسبة خش على node.js.org عشان نسيت اشكرها. السبلايم تكست اديتور كويس جميل وخفيف، بس مش هيساعدنا قوي، بس لو انت بتفضل تشتغل بيه فهو كويس ممكن تشتغل بيه. عندك الاتوم كويس، في ناس بتستخدمه بس هو تقيل ساعات وبيكراش ساعات. عندك الفيجوال ستوديو كود، ده اللي انا هشتغل بيه، ده اللي انا بفضله، ده سريع وبسيط في نفس الوقت خفيف زي السبلايم، فده اللي هشتغل بيه. في نفس الوقت هو كويس جدا جدا مع جافا سكريبت، بالذات نود جي اس او الاخص نود جي اس. دي الحاجه اللي هستخدمها. نيجي لحاجه مهمه جدا وهي الكوماند لاين. انا قلت ان دي هتبقى سي ال اي جيم، كوماند لاين انترفيس جيم، اللي هو بمعنى صح الواجهه دي. دوس على السيرش عندك، لو انت ويندوز 10 زي، او انت ويندوز، او دوس على ستارت بس واكتب سي ام دي، هيظهر لك الكوماند برومت، دوس عليه هيظهر لك البوكس ده، هو ده السي ام دي او سي ال اي، كوماند لاين انترفيس، ده الانترفيس بتاعنا، هو ده الكوماند لاين برومت في الويندوز. على عكس لينكس وماك التيرمينال بتاعهم غني وكويس جدا، انما للاسف ويندوز فقير شويه ومش حلو، فانا مش هستخدمه. بس عموما اللعبه هتكون في البوكس ده مجرد بس تكست، ولازم طالما انت دخلت نود جي اس لازم تتعامل مع ده، لازم تتعامل مع تيرمينال، لازم تتعامل مع السي ال اي، انسى خالص الايقونات، انسى خالص الكلام ده، النود جي اس شغاله من ده. تمام، انا مش هستخدم ده زي ما قلت، انا هستخدم حاجه تانية اسمها سيمدر. سيمدر ده تيرمينال كويس، ايميليتور كويس، خش على سيمدر دوت نت، كويس جدا بسيط. نزل الفول فيرجن او الميني فيرجن مينيمم. الفول فيرجن لو انت بتستخدم جيت فهو هينزله لك، المينيمم بس مجرد 8 ميجا بايت، فهتلاقيه بسيط وسهل وهيعجبكم ان شاء الله. بعد ما تعمل داونلود ليه وتعمل داونلود للنود جي اس، لو انت ويندوز معايا انا مجرد بس موجود عندي في الداونلود، سيندر هينزل لك مجرد بورتيبل فايلز ونود جي اس، بس تدوس كليكين نكست نكست، ما فيهاش اي حاجه جديده خالص، هتدوس كليكين هيكمبيوتر بس السبيس، وبعدين هتقول له نيكست. تمام، انا عشان طبعا مسطبه فبيقول انت عايز تشينج ولا ريبير ولا ايه، بالنسبه لك هيقول لك نيكست 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 وخلاص، مش هتعمل اي حاجه جديده، انا بالنسبه لي اوريدي مسطبه. بعد ما تسطبه هنشوف ازاي. بعدين سي ام در بعد ما تنزله حطه في اي حته، انا بالنسبه لي حطه في السي. تمام، وفي الاخر انت ممكن تفتحه من ده كليكين، هتقول له يس،
بعد ما حملها هيجيب لك الواجهة دي في المكان اللي انت واقفين. انا واقف فعلا في السي في سيم دار. حاول تتعلم الباصص هتبقى كويسة. عشان بعد ما تسطب نود، تعال نتعلم هل نود فعلا اتسطبت ولا لا. عشان تستخدم جي اس بتستخدم كوماند اسمه نود. لو نود ده موجود هو اوريدي هيجيب لك انا كده جوه النود جي اس نفسها. تمام كده انا بقى مكتف نود، انا كده بقى جوه النود جي اس، وهتلاقي الفيرجن بيقول لك فيرجن 12.13.1 عشان اعرف ان ده فعلا نود ولا لا. 1+1=2 فعلا. عندك مثلا كونسول دوت لوج الخاصة بالجافا سكريبت، مجرد تست هيكتبها لك عادي. نود جي اس من اسمها جافا سكريبت، هو نود جي اس انت بتكتب كود جافا سكريبت جواها وهي بتترجمه وبتشغله. تمام، فانت مجرد بس تكتب جافا سكريبت، مفيش حاجة جديدة، ومش هنتطرق للحاجات الادفانسد فيها هنا. ان نود جي اس نفسها مبنية على مكتبة الفي 8، مكتبة الفي 8. الناس اللي عايزة تقرا برضه عن نود جي اس كخلفية ليهم، وده يفضل تعملوها. لو دخلت هنا على الهوم هتلاقي هنا نود جي اس الجافا سكريبت ران تايم بيلت ان كرومز في 8 جافا سكريبت انجن. في 8 جافا سكريبت انجن ده انجن مكتوب للجافا سكريبت نفسها عشان يترجم لغة الجافا سكريبت، فأنا مش هخش في تفاصيله. تمام، لو انت حابب تقرا عنه كامل ممكن تدوس على اللينك ده عشان تتعلم عنه اكتر. هتروح على v8.dev نفسه. اول حاجه، تاني حاجه بس نعملها، معلش تاني حاجه، انا هنا جوه النود عشان تخرج بس اعمل اكزيت. معلش يجيب ايرور، دوس كنترول سي، معلش مش اكزيت، اكزيت دي في لغه تاني اعتذر. دوس كنترول سي علشان يخرج منها، قوله كلير. لو دوست كلير حاجة تانية بس في السيم دار اللي بستخدمه ده، سيم دار ده كويس جدا ان هو عامل معظم الكوماند اللي انت هتستخدمها على لينكس وماك ممكن تلاقيها هنا، فده هيسهل لك الدنيا. لو انت اتعلمت الكوماند دي هنا ورحت على لينكس او ماك هتلاقي الدنيا بسيطة بالنسبة لك لما تيجي تتعامل مع التيرمينال، لان ويندوز مش نفس الكوماند بتاعته وهي نفس الكوماند بتاع لينكس وماك. تمام، تعالى هنا اكتب نود تاني، بس بدل ما تدوس انتر اكتب داش داش فيرجن. هنا هنعمل اوبشن للفيرجن، لو دوست انتر هيجيب لك الفيرجن بتاع اللي هو في 12.13.1. فعلا انا كده محتاج ده، هو ده فعلا اللي انا محتاجه. تاني حاجة اعمل ام بي ام داش داش فيرجن، هيجيب لك فيرجن 6.9.0. طيب ايه الام بي ام ده؟ ام بي ام ده اختصار لنود باكج مانجر. طب المفروض تنزله؟ لا، نود باكج مانجر او الام بي ام ده مجرد تول بتنزل لما بتيجي انت تسطب نود جي اس، هو بيسطبها لك وبيظبطها لك وبيحطها لك في الباص عندك عشان تقدر تستخدمها زي ما بعملها هنا. وظيفتها الوحيده ان انت تسطب ثيرد بارتي لايبراري للابلكيشن بتاعك. تمام، طبعا بعد ما انت تسطب طبعا تخش على ام بي ام جي اس دوت كوم، هياخدك على موقع الـ NPM نفسه. هنا انت عندك تسيرش على اي باكج انت عايزها، وليكن باكج اسمها اكسبريس، دي حاجة للنو جي اس فريم ورك، للنو جي اس تقدر تستخدمه. الباكج دي بكل بساطة انت بتنزلها، ازاي؟ بتستخدم باستخدام الـ NPM زي ما انت شايف كده، NPM install express. طبعا الـ NPM ليه استخدامات تانية كتير بس ده استخدامه الأساسي لينا، أو اللي احنا هنستخدمه ليه بمعنى أصح، ونادرا ما هنستخدمه في حاجة تاني بالنسبة للجيم اللي احنا هنعملها دي. تمام، طبعا في باكجز كتيرة جدا بتساعدك في الشغل هنا، وطبعا هيسهل لك شغلك كتير جدا. ده كان فيديو سيت اب انفيرومنت، اتمنى تكونوا استفدتوا منه. ان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي.